للتعليق على التقرير الذي أصدره معهد كارنيجي بشأن شعبية الأحزاب السياسية في العراق بعد ثورة تشرين، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي. أستاذ إبراهيم، السلام عليكم. يعني قبل الدخول فيما جاء في التقرير لمعهد كارنيجي، نبدأ مما حدث في كربلاء. مقتدى الصدر أصدر تهديدا ضد متظاهري ثورة تشرين، اتهمهم بأنهم أصحاب أفكار معادية للدين بعد ترديدهم هتافات منددة بإيران. كيف يمكن تفسير هذا التصعيد أستاذ إبراهيم؟ شكرا لك، تحياتي لكم وإلى جميع مشاهديكم في جميع أنحاء العالم. حقيقة هذا يمثل وجه من أوجه الخرق للسيادة الوطنية ومن أوجه الخرق لسلطة القرار السياسي للدولة. يعني شخص واحد، طرف واحد من طرف أبناء الشعب العراقي، وليكن عنده كتلة ولا عنده مجموعة، يهدد هو بالتدخل. ليش الدولة وين صارت هي الآن؟ ما جابوا الكاظمي على أساس هو يحل العقدة هذه ويبعدون الميليشيات من سطوة التدخل في شؤون الناس؟ يعني هسه هم الشيعة كلهم بالعراق، نفترضهم نص الشعب العراقي وأكثر من نص، وفترضهم 60%، لكن هل قد ولدوا أحزاب؟ هل هي هذه أحزاب أم عصابات؟ عصابات سرقة وعصابات تعدي وعصابات استخدام السلاح والصواريخ ويقتلون الناس بالجملة، أحزاب إيش هي هذه؟ نعم. وأي قوة هذه اللي يمنحها شخص نفسه أن يتدخل بطريقته؟ وكأن الدولة ما موجودة، نظام ما موجود، يعني هذا وقاحة. نعم أستاذ إبراهيم، يعني لا نذهب بعيدا ولكن نعود إلى تقرير معهد كارنيجي الأمريكي للسلام، أصدر تقرير بشأن شعبية الأحزاب السياسية في العراق. كيف تجد شعبية تلك الأحزاب لا سيما بعد ثورة تشرين؟ هل ازدادت أم قلت بشكل ملحوظ؟ بودي أن أشير إلى هاي الملاحظة. نعم. موضوع شعبية، هي هذه أولا عصابات وليس أحزاب. الحاكمة في العراق الطائفيين هم عصابات وليس أحزاب، ولا يمتلكون شعبية، إنما بالطرق التزوير وبطرق الرشاوي وبالطرق المختلفة، ما أدري شلون يصنعون لهم رصيد في الانتخابات البرلمانية. أو خليني أقول لك إن وأحدهم جاب له 1500 صوت صار رئيس وزراء مثلا، يعني نعم. ما أذكر اسم الناس لا. نعم. وآخر جاب 5000 صار وزير مثلا، يعني نعم. هذا وهاي 5000 وال1500 هي بالحقيقة مشترات شراية، أو مشترينها من الجهاز اللي يشرف على الصندوق، أو مشترين ضمن بعض الناس. نعم. كانوا واقفين مثل الدلالين بالشوارع يشترون البطاقة الانتخابية من الشخص بالدولار الانتخابات الأخيرة يعني. فهم لا يمتلكون شعبية، لكن هم عصابات واستحكموا على الدولة. هناك ما يسمى بالدولة العميقة هي بيد هذه العصابات، ولا زلنا إحنا نتخبط في ظل سلطة هاي العصابات، بدليل الصواريخ تسقط على رؤوس الأبرياء أو تقتل، وبدليل آخر الدولة فاقدة لكل إمكانياتها المادية والمالية. الدولة فاقدة إمكانياتها لتقديم خدمات للناس على الأقل، الماء الصالح للشرب، الكهرباء، غير قادرة الدولة الآن على دفع الرواتب مثل ما هم يصرحون حاليا. نعم. يعني طيب أستاذ إبراهيم، أستاذ إبراهيم، تعتقد أن تدهور شعبية الأحزاب المنخرطة في العملية السياسية في العراق قد هربت إلى الأمام واستثمرت في الطائفية لضمان بقائها في السلطة، تعتقد ذلك؟ يعني ممكن يعني لا زالوا هم يعملون حتى اللحظة هذه، يعملون من أجل صياغة هذا النظام الانتخابات الجديد حتى يضمن تركيز تواجدهم الطائفي داخل البرلمان وحتى داخل السلطة. هم يعملون من أجل هذا لأن هم طائفيين أصلا يعني، لكنه الشعبية الموجودة بالشارع هي ليس لهم، هي شعبية منتفضة، شعبية ثورية تعمل على قلعهم نهائيا وإقامة سلطة شعبية تخلو من عبارة شيعي وسني وكردي وعربي. نحن نطمح إلى
سلطة عراقية وطنية. مو بس احنا بالعراق عندنا هذا التنوع بالخريطة الاجتماعية، في كل دول العالم. ليش احنا يعني يفصلوننا سنة وشيعة وكرد وتركمان وما اعرف ايش؟ ليش؟ شنو السبب؟ والشيعة عاملهم 13-14 حزب. ما يسمى بعصابات اللي كمان اللي ماسكة بالسلطة الآن هي اللي ماسكة الدولة العميقة، وهي الآن اللي تسيء للأمن الاجتماعي والسلم الاجتماعي، وهي اللي تقترف جرائم القتل والخطف والاختفاء. هي مسؤولة السلطة الطائفية، لا زالت هي قائمة ولا زالت ماسكة بزمام الأمور، وهي المسؤولة، هي المسؤولة عن كل ما يحصل في داخل العراق. من لندن، إبراهيم العجيلي، عضو اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي، شكرا جزيلا لكم.